يعتبر الديك من الطيور الرائعة جداً، حيث يقوم بدور قيادة وحماية الدجاجات الإناث. يستمر بمراقبة المكان بشكل دائم، وإذا حس بالخطر يقوم بالصياح بصوت مرتفع ويلم مجموعته في مكان آمن حتى يختفي الخطر. في حال تعرضت المجموعة التي يحميها الديك إلى هجوم حيوان آخر، يقوم الديك بالتضحية بنفسه والذهاب لمواجهة المفترس ليبعده عن الدجاجات حتى لو كلفه الأمر حياته. فهذا الحيوان يعتبر شجاعاً جداً ويتمتع بالعديد من الصفات الأكثر من رائعة، لعل أبرزها هي طريقة التزاوج مع الإناث. هذا ما سنراه في هذا المقطع. قبل أن نبدأ ادعمونا بالإعجاب، فهذا أكبر دعم تقدمونه لنا. هيا بنا. تزوج الدجاج دائما ما يبدأ بالمداعبة انطلاقا من المغازلة والمطاردة، ما يدل على الاهتمام. يحوم حولها وربما يشير بجناحيه للدودة التي تم العثور عليها كمحاولة لاستعراض القوة والتفرد، ومن ثم يبدأ بفرك جناحها بقدميه، وبعد ذلك يدوس على الأنثى وتجرى عملية التلقيح. تستمر ألعاب الحب للطيور على مدار العام، وتتوقف فقط خلال موسم الفقدان الطبيعي للريش. وقتها لا ترغب الديكة في تلقيح الدجاجة، وإنما تحاول إظهار العدوان تجاهها وتضربها وتخرجها من المغذيات كقائد للمجموعة. خلال هذه الفترة يتم ترك الدجاجات لحالها، لكن بعد أن يتجدد الريش يعود المزاج إلى الذكر ويبدأ مرة أخرى في مغازلة دجاجاته. يتم الإخصاب باستخدام عباءة كجزء ممتد من الأمعاء، ويتكون هيكل الجهاز التناسلي لدى الذكور من الخصيتين مع قنوات إفراز تؤدي إلى الأمعاء، ويتألف العضو التناسلي في الدجاج من مبيض بقعي الشكل مرتبط بالحدبة بواسطة قناة خاصة تسمى بقناة البيض. يدوم تزاوج الطيور الداجنة بضع ثوان فقط، حيث يقفز الذكر فوق الدجاجة، ومن ثم يحمل عليها ذراعيه مع منقاره، ومن ثم يحرك أقدامه على ظهرها ويؤدي عدة احتكاكات سريعة. في عامة الناس يتم التعبير عن هذه العملية من خلال عبارة الديك يدوس الدجاج. إن الدجاج من الحيوانات التي تتكاثر عن طريق البيض، حيث تصنع الدجاجة العش باستخدام القش وبقايا أوراق الشجر والقطع الصغيرة بين أغصان الأشجار اليابسة التي تجدها على الأرض. وتبدأ الدجاجة بتحضير العش لتضع فيه البيض، وبعد أن تنتهي الدجاجة من تحضير العش ويصبح لوقت مناسب لوضع البيض، فإن الدجاجة تضع من بيضة إلى بيضتين في اليوم الواحد، وتبيض الدجاجة لعدة أيام. ومنذ اليوم الأول من وضع أول بيضة فإنها ترقد على البيض لتوفر الدفء اللازم لتكوين الصيصان داخل البيض، ومن ثم فقسها. يحتاج البيض إلى 21 يوما ليفقس، لكنه لا يفقس في يوم واحد، إنما يحتاج إلى عدة أيام، والسبب في ذلك أن الدجاجة استهلكت عدة أيام في وضعه. وبعد أن تنقضي هذه المدة وتفقس الصيصان، فإن الدجاجة تدرك لوحدها أنه في حال لم تفقس كل البيوض فإنها تكون فاسدة، فتقوم تلقائيا بإبعادها من العش. تبقى الدجاجة ترعى الصيصان وتعلمهم الأكل والشرب إلى أن يصبحوا في مرحلة قادرين على التكيف مع الحياة، فتبدأ الدجاجة بإبعادهم عنها عنوة، وذلك بنقرهم بمنقارها حين يقتربون منها. مع الوقت تعتاد هذه الصيصان على أن تتكيف لتعيش وحدها، ومن ثم تشق هذه الصيصان حياتها وتستمر دورة حياة الدجاج وتكاثره بنفس الطريقة.